لأنهم يحفظون القرآن في مصاحف مهترئة وفي مصاحف ممزقة بعض الآيات فيها. طبعا الاختلاف ما قبل انه الطيب بكوش له مصحف خاص فيه انه ياخده معه على البيت يحفظ فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا اخوكم في الله محفظ القرآن همام علي حسن الشريف، محفظ قرآن في هذا المسجد، مسجد معاد بن جبل. أخوكم في الله فادي محمد الغملاوي، طبعا محفظ في مسجد القعقاع بن عامر، ماسك حلقة مكونة من 15 طالب. انا المحفظ سمير وائل ابو قادوس، احفظ القرآن في مسجد عيسى مراد. طبعا راح بنبسط لما الطالب يحصل على مصحف انه يتبع عليه ايش فيه، انه يعلم على المصحف، يكون مصحف خاص فيه، فهذا شيء ممتاز جدا. صراحة شعور يعني لا يوصف، الحصول على المساعدة على مصحف قرآن كريم، هذا مصحف الكتاب الله العظيم، هذا يدخل الفرح والسعادة والسرور على قلب كل مسلم ومؤمن وموحد لله تبارك وتعالى. لأنهم يحفظون القرآن في مصاحف مهترئة وفي مصاحف ممزقة بعض الآيات فيها، فيحتاجون إلى مصاحف جديدة يتمكنون من خلالها من تثبيت وحفظ القرآن. طبعا الاختلاف ما قبل انه الطيب بكوش له مصحف خاص فيه انه ياخده معه على البيت يحفظ فيه، ايش في عنده المحفظ احيانا في عنده بعض الاخطاء للطيب بيعلمها على المصحف، انه الطيب اكيد يواجهها في البيت والامور هذه. لان اطفال غزة يعيشون اولا تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك نحن في ارض مقدسة، ارض الرباط والجهاد، وحتى تحرر الأوطان وتعاد المقدسات لابد أن يحفظ أبناءنا القرآن الكريم، لأنه هو الطريق الوحيد والسبيل الأوحد لتحرير البلاد والأوطان وعودة المقدسات بإذن الله تبارك وتعالى. لأنه السبب هو القرآن، هو الوصل لباقي الشغلات هذه. الشخص أو الطالب بدون قرآن لا شيء، بدون كتاب الله، بدون حفظ القرآن، بدون الشغلات هذه لا شيء الطالب صراحة يعني. طبعا انا بقرا للطالب الصفحه مثلا بده يحفظها، تمام، الطالب بروح على البيت بقراها كذا مره، او في عنده تسجيل بسمع تسجيل صوت عشان موضوع الاحكام والامور هذه، تمام، بعد كده بواجهها في البيت وبيجي عندي بسمعها بكون حافظ ان شاء الله ولا خطا، تمام. بعد ما يخلص حفظ الصوره او الصفحه عندك الصوره كامله بصدها جلسه واحده، بعد ما خلص جزء كامل بصد جزء على جلسه واحده ان شاء الله عشان لقدام يكون جاهز لساود المصحف كامل. أمنيتنا في هذا المسجد وفي مركز التحفيظ أن نحصل على يعني كفالة لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، دعم هذه الحلقات بالحوافز العينية والمادية التي تحفز الطلاب على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، كفالة بعض الطلاب الفقراء والأيتام من كسوة ولباس وتعليم، كذلك كفالة يعني حفلات تحفيظ القرآن وتكريم القرآن الكريم ورحلات والأنشطة الترفيهية لهذا المركز، وكذلك يعني مساعدة المحفظين أيضا على إكمال دراستهم الجامعية. لأن هم مستقبل، هذا هم مستقبل، إحنا التحويل بيجي من وراء الطلاب الحفظ لكتاب الله، طبعا حفظ كتاب الله أكيد بيصلوا في المسجد في صلاة الفجر صلوات الجميع كلها، فهذا شيء ممتاز إنه يكونوا حافظين على كتاب الله. لأن القرآن هو كتاب الله، وكما هو معلوم أن غزة هي المشاعة بالقرآن بين الأمة، وهي منبر يصدح بالقرآن في العالم كله. لأن بالقرآن تصان الأوطان، ولأن غزة هي رأس الحربة وهي الشوكة في حلق الأعداء التي تدافع عن الأمة بأكملها، فبالقرآن بإذن الله تبارك وتعالى يعني نحقق يعني أمانينا وتحقق إنجازاتنا إن شاء الله تبارك وتعالى.